شربال موينوز أركايفز. رحت أنا وبي طبعا، بفتكر كنت 17 سنة أو أقل شوي هيك شيء. أول شيء وصلت على محطة الترين لقيت ست آسيا وبنتها منى وهوري بركات المخرج وعباس كامل مساعد المخرج اللي هو خيو لحسين فوزي ولجوز ماري كويني وأحمد جلال. فبس وصلت كان كتير دمي خفيف، عباس كامل قال لهم كتير دمي خفيف ما بنعرف كيف صوتها.